أقامت كنيسة ارتفاع الصليب للاتين في بلدة الرميمين بمحافظة البلقاء قداسا احتفاليا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس. ترأس القداس الأب فرح حجازين كاهن ورعية اللاتين في البلدة بحضور الأب رياض حجازين كاهن كنيسة انتقال السيدة للاتين في السلط واثنتي عشرة راهبة من راهبات القديسة الأم تريزا وعدد كبير من الرعاية في عمان والفحيص. وأكد الأب حجازين في عظته على أن الصليب هو مفتاح الحياة وسلاحنا الروحي، وهو علامة انتصار المحبة على الحقد والكراهية، ويتعين علينا أن نفتخر بهذا الصليب، كونه صليب الحب والغفران والأمل والرجاء والقوة والانتصار. وقد رفعت الصلوات والأدعية أن يحفظ الله شعبنا ووطننا في أمنه واستقراره، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية، واختتم القداس بتوزيع الرمان على الحضور. فأمام صليب يسوع يجب أن لا نخاف ولا نتراجع ولا نرفض ولا نكفر، بل أن نفتخر به على مثال القديس بولس القائل: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فلا نهمل الصليب في حياتنا حتى لا نسمع كلمات العتاب هذه: أنا النور فلن تبصرني، أنا الطريق ولن تتبعني، أنا الحق ولن تصدقني، أنا الحياة ولن تلتمسني، أنا سيدك فلن تطعني، أنا إلهك ولن تعبدني، فإذا ما شقيت فلا تلمني. أخيرا أيها الإخوة، بعض نقاط عملية نأخذها من هذا العيد. أولا، أن نرسم إشارة الصليب بلياقة واحترام، متذكرنا حب يسوع لنا، قمة حب يسوع وهو على الصليب. ثانيا، ساعة المحن والتجارب والشدائد لنلجأ إلى يسوع القائل: تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم. ثالثا، أن لا يكون الواحد منا صليبا للآخر، ولا سيما إذا كان هذا الآخر فرداً من أفراد البيت. أنهي حديثي مجدداً بكلمة القديس بولس: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وأيضاً بكلمة القديس يعقوب الكابوشي: صليب الرب حبيب القلب. آمين.